مبروك الوطن. عندما نقول مبروك الوطن لما يجي فريق سعودي يشرف الوطن بهالمستوى ويشعر خصمه، يعني اليوم النصر يقدم كرة بالذات في الشوط الأول تشعر أنه ما في خصم. النصر قدم لوحة جميلة وأثبت أنه النصر بالفعل على قولة أبو خالد الله يسكن الجنة بمن حضر، غاب رونالدو وغاب المدافع المتمكن اللي هو كان الأفضل، ومع ذلك النصر ظهر بشخصية جميلة، أدى الأداء السهل، تنوع في الهجمات، نجومية مطلقة لتاليسكا طبعا اللي يوم الأيام تذكر بداية الموسم كان فيه معسكر يعني يمكن متحمس يطالب بإبعاد تاليسكا، يعني أحيانا الأصوات الجماهيرية ومن الحب ما قتل. فتاليسكا اليوم وكل المباريات الاخر المباريات اللي يعني يمكن 5 أو 6 مباريات اللي راحت تاليسكا هو النجم رقم 1، لاعب كبير، لاعب صاحب حلول، لاعب يحضر في اي مكان، متعاون مع زملائه، هداف درجه اولى. فحقيقه هنيئه الكره السعوديه والنصر بتاليسكا. خلينا نرجع للنصر، لما نقول النصر اليوم قدم مستوى لانه فاقد اولا لاعب رونالدو، كلنا يعرف من هو رونالدو تأثير النفسي والفني، ومع ذلك ظهر النصر بجماعية يعني تحس فيه كل يبغى يصير نجم. فهذه يعني رب ضارة النافعة، النصر اليوم شرف الكرة السعودية، قدم سيمفونية جميلة، أظهر يعني بالفعل المظهر الجميل الكرة السعودية اللي يتمناه المسؤول. في فارق الآن بيننا وبين الأندية الخليجية، لازلت أقول وأكرر في فارق بدون ما نسمي أندية. النصر اليوم الشوط الأول كان بالإمكان يطلع ب5-6 أهداف، ولكن عموما مبروك النصر وأهمس في إذن كل نصراوي بالذات مسير نادي النصر. لا زال مشوار طويل، لا زال عند النصر مراحل أكبر وأهم. بهذه الروح بهذا العمل الإداري بالهدوء اللي في المعسكر الأصفر سيجني النصر بإذن الله ما يتمناه جمهوره. مبروك الوطن مرة ثانية.